السلام عليكم، أنا أستاذ محمد من تركيا. أنا فترة أسبوع تقريبا مع فريق السودان. أنا سعيد جدا، أشكر للبلدي، أشكر جدا، أنتم تاج رأسنا في بلدنا. منذ أسبوعين تقريبا 10 يوم هذا فريق أخذ لنا أمل. نصف تركيا نصف بلدنا يقولون فريق أول فريق أفضل، هذا فريق سوداني. أكيد أنا أقول كل تركيا يقولون هكذا. هذا فريق ليس ضيوف، هم أهلنا، من أهلنا، هم من تركيا أساسا، لأنه منذ سنين، منذ زمان طويل تركيا والسودان أخوان، ولهذا السبب نحن نحبكم جدا. أقول شيء مهم، هذا فريق جهدهم كبير جدا. أنا منذ أمس مع هذا الفريق لم ننام، في نصف الليل ذهبنا وعدنا، ذهبنا للشحن وعدنا مرة ثانية، ولم ينام أي أحد. إنسان في اليوم يحتاج أقل 6-7-8 ساعة، لكن هذا فريق تبارك الله يأخذ قوة من إيمانه، إيمانكم، إيمانهم. ولهذا السبب أقول هذا فريق يأخذ قوة من إيمان، وأنا للبلد أشكر جدا. أنا لا أعرف كيف أشكركم حقا، أنا 100 مرة 1000 مرة أشكر، لكن هذا لا يكفي، لأنه ليل نهار هم يعيشون في الأنقاض، لا ينامون، لا يأكلون جيد ولا يشربون جيد. كيف ندفع حقكم لا أعلم، لكن أنا أعلم شيء مهم، أجركم عند الله، لا يوجد مقابل، لا يوجد مقابل جهدكم، ولا نقدر أن ندفع هذا مقابل. نحن نريد أجركم من الله يوم القيامة. نحن من المهد إلى اللهد أخوات.